مرحبا بكم البنات في وصفات رشيدة على اليوتيوب. اليوم ان شاء الله غادي نعملو خلية النحل وبنفس العجينة غادي نعمل بها قريسات، يعني القرص اللي معروف او القريشلات كتجي العجينة ديالهم سهلة وبسيطة وفي المتناول وكتجي هشيشة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هالقوام ديالها كيجي كتجي واحد طريقة سهلة وبسيطة هانتوما، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش الدعم واللايك وما تنسوش التسجيل في القناة باش يوصلكم كل جديد. نتمنى منكم ان شاء الله توصلوا هذا الفيديو لعدد كبير ديال المشاركات والمشاهدات. شكرا لكم، بقاو مع الطريقة والمقادير، فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات متتبعي وصفات رشيده، مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نعملوا بريوش اولا خليه النحل. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير. كنحتاجوا الكاس ديال الزيت، كنحتاجوا الكاس ديال الماء، كنحتاجوا الكاس ديال الحليب، شويه ديال الملحه، كاس السكر، كنحتاجوا لواحد البيضه، خميره ديال الحلوى شويه، وكنحتاجوا الطحين على حسب الخليط، والخميره ديال الخبز اللي غادي تعجن لنا هاد المكونات. في الاول غادي خديت الخميره ديال الخبز وعملت معها شويه السكر، وغادي نعمل معها شويه ديال الحليب، وغادي نخليه حتى غادي يتفاعل باش هكا تجيني بروش زوين. صافي غادي نخلطو مزيان حتى غادي يتماسك. من بعد ان شاء الله غادي نغطيه ونخليه شويه حتى يتفاعل الخميره مع الحليب، ومن بعد ان شاء الله نطلق. الخليط ديالي حتى غادي تتفاعل الخميره مع الحليب والسكر، بعد ان شاء الله نضيف لها باقي المكونات. بعد ما تتفاعل الخميره ديالنا كنضيفوا الماء، كنزيدوا الماء وكنزيدوا الزيت، كنعملوا شويه ديال الملحه، ونضيفوا السكر، نزيد ديك البيضه والخميره ديال الحلوى. صافي من بعد ان شاء الله نضيف الطحين، واللي كتعجبو المنسمات كيعمل المنسمات اللي بغيتو نتوما، كيبقى لكم اختيار. انا غنعمل القشور ديال البرتقال وانتوما كيبقى لكم اختيار عملوا اللي بغيتو. صافي غادي نطرب هذا الشيء هذا مزيان، ومن بعد ان شاء الله نطلق. بيضه وضفت قشور ديال البرتقال، اولا تعملوا اللي بغيتو فانيلا اولا اللي عجبكم. صافي ومن بعد كتعملوا الطحين الكميه اللي غتجمع لينا هذا الخليط، وكتضيفوا الخميره ديال الحلوه. صافي من بعد غادي نجمع هاد المكونات حتى غنحصل على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه وكتكون يعني مجموعه، ومن بعد ان شاء الله نطلق. بعد ما كيخمر البريوش ديالنا كنحصلوا عليه على هذا الشكل، هذا ها هو خمر. صافي دابا كندهنوا يدينا بالزيت وكنعملوهم كويرات. بغيتو تعملوا فيهم الشوكولاط كتعملوا، بغيتو تعملوا فيهم الكريمه، نتوما كيبقى لكم الاختيار، عملوا اللي بغيتو. غادي نشكلهم كويرات وغنعملهم حدا بعضياتهم، بعد ان شاء الله نوريكم. خديت من العجين ديالي، من بعد كتعملوهم كويرات اللي بغيتو، بغيتهم صغار بغيتهم كبار اللي عجبكم. صافي من بعد كتعملوهم هنايا يعني في الطاوه ديال الفرن، بغيتو تصغروهم، بغيتو تكبروهم، بغيتو تعملو ليهم الشوكولاط، نتوما كيبقى لكم الاختيار، عملوا اللي ريحكم. صافي غادي نستمر بحال هكا، غادي نبدا نشكلهم كويرات. انا هذه عملت شويه كبيره، غادي نقص لانها كبيره. صافي من بعد ان شاء الله غنخليهم يخمروا وغندهنهم بالبيض، حتى غادي يعني فاش غادي يخمروا غندهنهم بالبيض، ومن بعد ندخلهم الفرن حتى غنخليهم حتى غيتحمروا، بعد ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم في الاخر كي كيجي. انا الصراحه هاد خليه النحل انا اول مره كنصايبها، عمري ما صايبتها، وهذه اول مره واول تجربه، وان شاء الله ما تكونش الاخيره. صافي غنستمر حتى غنسالي، من بعد ان شاء الله نطلق. دابا غادي نغطيهم ونخليهم حتى غادي يضاعف الحجم ديالهم وندهنهم. بقات ليا شويه من العجينه وغادي نشكلها يعني فحال داك القرص، من بعد ان شاء الله نطلق. الا بغيتو تشكلوهم فحال القريسات اللي كنعملوهم في يعني اللي كنعملوهم بالجنجلان، انا غادي نعمل فيهم الشوكولاط. كتاخذوهم وكتكبروا يعني شده نتوما بحال هكا كتكبروها، من بعد كتبسطوا كديروا شويه زيت باش كتعاونكم، من بعد كتبسطوا يديك العجينه بحال هكايا، تعملوا فيها اللي بغيتوا، اما هذاك كريمه الحلواني او اللي بغيتوا. انا هذه غنعمل فيها الشوكولاط. صافي من بعد كتشدوا هاد العجينه هذه وكتلويوها كتسدوها
شدوها مزيان باش ما يخرجش هذاك الشكلاط. صافي وكتحصلوا عليها بحال هكايا. غنعمل وحده بنفس الطريقه، كناخذ الزيت وكندهن يدي. هذه غير كاضافه الا بغيتوا، ما بغيتوش ديروا يعني الشهده، ديروا يعني بحال كريسات يعني اللي معروفين في المغرب اللي كنعملوهم في يعني قريشلات. صافي كتبسطوها مزيان وكتعملوا فيها اي حاجه بغيتوا. انا هذا عندي الشكلاط، غادي نعمل الشكلاط صافي وغادي نستمر، وتا هما غنخليهم يحتروا ويضاعف الحجم ديالهم. صافي من بعد ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديال هاد البريوش ديالنا على شكل خاليه النحل وعلى شكل قريشلات. صافي كتحصلوا عليه على هذا الشكل. هذا غنستمر حتى غنسالي، من بعد ان شاء الله نطلق. كيخمر البريوش ديالنا كتاخذوا البيض وكتدهنوه يعني كتعدهنوا هذا البريوش هذا بالبيض والحليب او اللي بغيتوا، ثم كيبقى لكم الاختيار. صافي من بعد كترشوا اما الجنجلان او اللي بغيتوا، وغادي نخبز هاد خليه النحل والبريوش اللي كنت حضرت. وهكا ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالو في الاخر كي كيجي، وتشوفوا التقديم ديالو كي غادي تخرج لينا هاد خليه النحل. غنستمر من بعد ان شاء الله نطلق. الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا كيجي على هذا الشكل. هذا كيجي رائع وكيجي غزال وكيجي يعني الوصفه كتجي ناجحه 100% وكتجي من الداخل قطنيه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ها نتوما كما فاش كتطيب كنحصلوا عليه على هذا الشكل. هذا كتجي رائعه وكتجي خفيفه، ومن بعد كتسقيوها بالعسل. ها نتوما انا فاش خرجت من الفران سقيتها بالعسل، اولا تسقيوها باي حاجه بغيتو. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وبالنسبه للقرص ها هو حتى هو عملتو على الشكل هذا، حتى هو الوصفه ديالو كتجي ناجحه ورطبه، يعني نفس الوصفه عملوا بها اللي بغيتو. ها من الداخل كي كتجي رائعه وتجي زوينه. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تدعموا اللايك وما تنساوش تجيو القناه باش يوصلكم الجديد. نتمنى لكم الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والصحه والرحمه.